السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب دقيمها يقدر انت مدن السيدة توسكا نقل السعودة آران تي في كسو دواد وررك آران تي في قد بدأ أقوى وينو هل كان دي كل ودا قدونا ندى وضي الوحا كميدا دولة إيتوبيا أيا لسوورين يا إن سدح كن وأسكري أي كد جسي مقالة السيلع حل إنجنرادة إسا يدكد لقود دياري أدي سببا وررك أي نكهل نرنعها إيو وليب السيلع وحا أي شيغيان إن سدح دا سيكوني أسكري أحل لغن لقد جي مقالة سي وحانا وركن أصبح يحل دولة الصومالية سوينا إغسه الرجيستي قابك حل لغن مركاسي هشيسك دحمري سومالي لان يوليب إيتوبيا تاس أو أي دولة الصومالية شاكتي إن قوان عد أي كقادان دونتو حل دولة أي مركاسي دعوت أقود بسي قولها أمان كإقرام مدامي دوبي ورقبالاتك إيقاد إيو سيدوك لأوروك لأعالميا تاس أو إلا إيو هادة دولة الصومالية أن سر رسمي اللوغة سو جوابين سدح دان كون أسكري وحا أي مركاسي الجواب ويهين هذا الككي مد مدحدة دلك أغوص الرئيسة سيد الرئيس الوزارها إيو وليب مدحوينها أو إيوغو ستوسا أغودي ديا قوان كان سومالي لان أيا حلقان وحا كوب اللوذي عداد ستوسا تاس أو لأمن سن يهي إن بيادعي دعو يهي كدي مركي دين عيو كالدوان أي يغو حقيجيين إن تلابادة أوقا دي مدحوين موسى بيحي عبدي أي سيدو كالأوة عينيسو لين عاقران نمدا وحوين أي مركا أولي ميسو أرنت سيدو وين حلقان بنانك أوتيميد أيا وحا أي تهي إن إيتوبيا أي مركا سيدد جينيسو هشيز كاسي ما دام أي أبتهي كعضون كحلقان كدا شي لنا عكلي مقالة هرقيسة إيو سيدو كلي مقالوين ككلي إيه سومالي لان وحا كبلا وديك كعضون لو قصو هرجيدو مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي أو إساقو مركاسي أكور دقاقي ترلابو قر إسكاتور نماهي إيتوبيا وحا أي سيدو كلي هالكاسي كويسي فرصد وين أو سوماليا أو كو جهان حرير كدبلوماسية ديد إيو سيدو كلي قود أهامبا إن أي لوميسي فرصدو كلي أو وين أو أي سوماليا كالهيد حسيا شيء سدح ذا كن أسكري وحا حلقان لسو ورينيا إن أي قودة حامبا مقالدا لو وريقين سيدو كلنا قايب تدكدا أي حلقان أكسوغن يهين إيادونا إنجنيرادا لسا يدكدا سي سيدو كلنا أي كسو وجهان يهين ساعدها إنسو آدن مقالدا زيلع حالد سياسة ديد دالكا أيا ساعد قرى مركا إسبد الشي وحانا مركا سيلا أغين سيدا حلقان الدولة الصومالية قوان كالرسميقا يقول ديرهن كرتو إيو وليبا إن دولة إيتوبيا حرير كاللوجرا سيدو كالنا باقا أغا إمان دونا لنعيادا أي حلقان دولة الصومالية أي دعوة أغد بسي وررك أينو سيدو كالهيلي نوحا أي تلماميان إن مدحوين حسن شيخ محمود وإساقونا مالين كبريتا أصفري دونو دالك مصر تاس أو إيادونا مركا لأوغيهاي قرشاها مصر إن مدحوين حسن شيخ محمود وعدين دونو إن او غرب تاغن يهي دولد إيووليب الشعب كمصر وحانا لسوورين يا إن مدحوين حسن شيخ محمود سوين او وعروضي قوان كاسي إيادونا دالك إيتوبيا مغالوين كواوين سيدا أدي سببا إيووليب مغالوين كالي أو أي أرمضو أبدان تهي حلقان أي كسعون يان دبال دقيو واوين أو ريز الوزارها ودن كإيتوبيا أبي أحمد علي إساقو سيقودة حلقان لوغو هنباليين يو قوشة تاريخيقة مدى آد أفوق أي دولد مركز إيتوبيا أي كودي رنيسي تاس أو إن دكت إيو وليب حيب أي هشو وحانا قو أنكاسي حلقان أو نغضي مد سياسة ديسة وحوين أكبدليا ريز الوزارها ودن كإيتوبيا أو لأمنسان يهي إن شعب بدن أو تاغيرا إساقو أوكو هلي سيدو كلنا سياسة دا أوكو سيجوري دونا سندا بدن وحاينا تاسي كدلغان تهي إن إيتوبيا أي حلقان أو أركتو قوشي دا ميد مركاسي أكو حنان كرتا قرشيال بدن هشيس أي الله شاقي إن أي مركاسي ودا غارين إن أمركا دولد دا إيتوبيا إيو وليبا سومالي لان أسايا شاقي وحا مركز الدولة الصومالية أي سي أدق مركز الدونيسا إن أي أغا جوابتو حلقان أهشيس كاسي إيادونا مركز مدحور أي سي توسا مركز حلقان أغا وضحلين قود أهان سيدا أو مركز حالك نقون كرو إيادو حلقان قود أهان دولة الصومالية أي قادي دونتو تلابوين أدق دقاهي رئيس الوزراء ودنك إيتوبيا دكتور أبي أحمد علي
iyo madaxweynaha Soomaaliland heshiiskoodu ayaa waxa uu markaasi sawaxan uu ka abuuray siyaasadda gudaha ee dalka. Is-afgaradka markaasi loogu yeeray mid iskaashi wada shaqeyn ayaa bayaanka lagu sheegay in loogu talagalo in uu noqdo qaab dhismeedka iskaashiga dhinacyo badan leh oo dhex mara labada dhinac. Is-afgaradka waxa uu markaasi u gogol xaari doonaa ka dhabaynta hammiga Itoobiya ee ku aadan xaqiijinta in ay marin u hesho hadda kordhinkeeda dekedda kala duwan ee markaasi is-afgaradka. Waxa kale oo markaasi lagu xoojinayaa iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo weliba siyaasadda. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo ka hadlay shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo weliba ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali ayaa sheegay in Soomaaliland is-afgaradkan ay ku beddelatay in Itoobiya ay u aqoonsato Soomaaliland dal madax bannaan marka heshiiskan la saxiixo. Muuse Biixi ayaa sheegay in Soomaaliland ay markaasi siinayso Itoobiya dhul badeed dhan 20 kiiloomitir oo deegaan oo ciidankooda badda ahi, kaas oo uu sheegay in uu yahay kiro. Muuse Biixi ayaa sheegay in is-afgaradkan uu markaasi dan u yahay labada dhinac oo midba uu markaasi helayo waxa uu markaasi aadka ugu baahan yahay oo ah in Soomaaliland ay hesho aqoonsi Itoobiya ay markii ugu horreysay hesho bad. Waxaana markaasi sidoo kale xusid mudan in warqadda ka soo baxday xafiiska Abiy aan lagu xusin aqoonsiga uu shaaciyey Muuse Biixi. Hase yeeshee, Muuse Biixi waxa uu caddeeyey in arrintaasi ay ku qorantahay is-afgaradka la saxiixay. Xafiiska Abiy waxa uu sheegay in is-afgaradka uu markaa xaqiijinayo horumarinta danaha labada dhinac. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa jawaab degdeg ah markaasi ka bixin doonto is-afgaradka, ha yeeshee haddii sida Muuse uu Biixi uu sheegayo ay u qoran yahay waa xadgudub weyn oo Itoobiya ay markaasi ku sameyneyso madax bannaanida iyo weliba qarannimada Soomaaliya. Is-afgaradka ayaa yimid maalmo kadib markii madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland heshiis ku aadan sii wadidda ee wadahadallada ay ku kala saxiixdeen dalka Djibouti, ma cadda haddii ay markaasi xiraan labada markaasi ee dhacdo. Waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la sheegay in shaki culus kadib markii uu soo baxay uu marka maanta doonayo in uu markaasi shacabka Soomaaliyeed iyo weliba baarlamaanka uu markaasi ka hor hadlo.